انا قطعتك لما قلت لك مين علمك، اتعلمت منين؟ يعني والدتي كانت في كتف ابويا في كل مهله بيمتهنها، يعني فتح مكان تقف في ظهره، محل خضار تقف معاه، فكان طبعا اللي رايح واللي جاي بيقعد يدردش معاها، يقعد يتكلم معاها، تعمل جمعيات لبعض الناس اللي ظروفهم كده، يعني عروسه هتخش فيلموا لها جمعيه عشان يجيبوا لها الجهاز. الله. فهي كانت بين الناس معروفه الحاجه مهاني، فكانت الناس بتقعد معاها وكده. اخلص انا شغل المطعم هنا اروح اقعد معاها، فتفضل بقى تحكي لي وفلانه وعلانه وبتاع، ومن ضمن الكلام الاقيها بتقول حاجات فيما بعد لما حضرت الندوات، لقيت ان ده من التراث الشعبي، حاجات بعض المربعات وبعض مش فاكر حاجات من اللي كانت بتقولها؟ هقول لك، هي كانت في الفرح حته كده زي يلي دعيتي عليا بصي ويشوفي، ده انت دعيتي عليا ربي نصرني، وادي الحبايب جنبي والكل هنا كده، حاجات اللي يقولوها في الافراح انت تحسي ايه ده، ايه اللي هم بيقولوه. حلوه قوي. حلوه قوي. هي وليا خالتها ست فاطمه رحمه الله عليهم الاثنين، يعني فكانوا يقعدوا ويقولوا حاجات من دي كتير بقى. انت لما مامتك اتوفت كتبت حاجه في رثائها باسلوبها ولا باسلوبك انت؟ لا انا كتبت باسلوب. انا كتبت ايه؟ أنا كتبت قصيدة اسمها آخر مشهد، بقول فيها صباح الخير على الشجرة اللي بتضلل على فروعها وتتحمل كتير منهم وتدفن فيها أوجاعها، وتتحمل كتير عنهم ولا تغيرش في طباعها، صباح الخير على اللمة على الحب وعلى الإحساس، صباح كله أمل يمه يا أغلى وأغلى واغلى الناس، انا محروم من الضمه ومن حتى الجبين ينباس، لكن بدعي الكريم تبقي من العتقاء يا تاج الراس. وصحيت على رن التليفون من رؤيه غريبه ومش واضحه على صوت مفزوع، امك عايزاك. وساعتها بقيت زي المجنون، معرفش لبست بسرعه ازاي، وفي لحظه بقيت قدامها هناك. مالك يا امي؟ ايه اللي جرالك؟ رد عليا وبصيلي. طب شاوري وهفهم من عينك، كوبايه ميه ورني على اخواتي بسرعه، فين البرشام؟ انا كنت مظبط لك جرعه قبل ما هتنام، اديتيها لها؟ طب ايه الكرسي قريتها لها؟ وفتحت الشباك على اخره، وكان اخر مشهد للدنيا وانا ساند ظهرها وبحاول اني اطمنها بذكر الله. كان كل يقين ان الجلطه مش ممكن تمنع من التلقين، وانها بتردد ويايا وبنبض القلب تقول لي امين، اخواتي بسرعه بتتجمع وعيونهم عماله تدمع، وصوات وعياط وصراخ ونحيب، ملعون اللي يشق الجلاليب. كان اخر مشهد في الستين والله رهيب، انا واقف تايه وسطيهم ميت وبحاول اهديهم، وبقول الشمس ازاي هتغيب، ازاي الجبل اللي ساندنا ينهار ويسيب، الجرح بينهش في اساسنا فنبان كراكيب، وبركز على صوت من الاوضه، امك ما ماتتش، طب هات دكتور، دي بتضحك والوش منور ولا بدري بدور، أمك في الغسل بتتكلم بتقوم تتحرك وتسلم، ما عادتش بتشكي وتتألم، وفي لبس الأبيض زي ملاك مخلوق من نور، خدناها ونازلين على السلم تحضنها الخشبة وبينا الطير، ماشيين بنودع بعضينا وخيالنا ياخدنا على الذكرى وكتر المشاوير، على باب القبر خلاص نازل مش قادر عنك أتنازل ولا قادر حتى على التفكير، إزاي راح أسيبك كده على الأرض وأنت اللي فرشت حياتي حرير، أنا كنت كيان وخلاص اتهد، ما هو جرحك كان والله كبير، مش عارف قلبي طوعني ازاي، وقفلت بإيدي عليك القبر، وأنت اللي قفلت عليا العين، وشربت عشاني يا غالية المر، ومشيت وسبت القلب حزين، طب هعمل إيه غير إني أقول لله يا حبيبتي تملي الأمر، ومشيت وأنا قلبي بيدعي لك وبيطلب من الرحمن الصبر، وأنا راجع كل حيطان الشارع بتلومني وتقطمني، وفي قلب العزب بتكلمني وتقول لي كفوفها هتوحشنا، وسلالم بيتنا كمان واقفه وبتاخد في العزب وتحشنا، وبترفض خطوتنا عشان تفضل محتفظه بخطوتها، الباب اهو داب من خارجتها، والاوضه اتغسلت بريحتها، وحيطان الشقه بتتكلم وبتحكي وبتجيب في سيرتها، ولا حاجه شافتها وعرفتها الا لما انجرحت علشانها من بعد مراره فرقتها، السبحه انفرطت دمعتها واللمه انفضت جمعتها، عكازها المحني على وداعها اقسم ما يغير مسكتها، وتراب السكه اللي معشش
في عيون شبشبها وطرحتها حالف ما يفارق جلبتها، لو حتى اتغسلوا بدمع العين راح يبقى تملي خلاص ساكن مع ريحة المسك اللي معطر أوراق الشجرة اللي ساقتها. كرسيها المتحرك أعلن عصيانه ومش راح يتحرك، ولا يوم هيغادر طرقتها، ما هو كان بيدوب من حوادتها أسرار بتقولها في وحدتها، كان بيني وبينها كتير حوارات تبدأ وتغيب على دمعتها، العين اتحرمت نظرتها واتقسم القلب في غربتها، وخلاص مش هسمع دعوتها ولا تاني هدوق حنيتها، أنا أمي اللي مفيش في تيبتها، مش ممكن حد يعوضني عنها أو عن حنيتها. الفن بيرقق القلب يا رسام. طبعا اسلوبك جميل وكلامك حاضر، اتعلمت ولا ما كملتش تعليمك؟ لا والله، احنا ظروفنا ممكن تكون شبه ظروف كتير من الاسر المصريه، كانت الموضوع على قدنا يعني، الحمد لله يعني الدنيا مستوره. فاحنا كنا سبعه، انا كنت رقم ثلاثه فيهم، اختي الكبيره ما اتعلمتش واخويا برضو الكبير ما اتعلمش. كون ان انا اوصل لحد الدبلوم، اخدت الدبلوم، دي كانت كويسه. هي والدتي كان عندها اصرار رهيب ان انا اتعلم واكمل تعليمي، وخدت الورق بتاعي وراحت قدمته في معهد. بس انا كنت شايف الحاله بتاعتنا واللي بعدي، خصوصا ان انا بعدي كان في ثلاث بنات، وثلاث بنات عايزين يتجهزوا وعايزين موضوع، فكان صعب ان انا مثلا اروح معهد. معهد كان ممكن يصرف في السنه 2000 3000، فكانوا في الوقت ده مهمين جدا، ما كانش ينفع يعني، كان الجنيه بيفرق طبعا. فانا ما رضيتش اكمل عشان خاطر اقدر اكون في كتف ابويا واساعد معاه. والدبلوم حلو. والحمد لله. وبقيت في كتف ابوك زي ما انت ابتدينا الحديث. قلت لي امي كانت في كتف ابويا على طول. فانت بقيت سند لابوك. الحمد لله، الحمد لله. طب بقول لك يا سامح، انت بقى ولادك حد منهم زي ما انت في كتف ابوك كده، حد منهم بيشتغل معاك؟ لا، هو انا ربنا كرمني ببنتين وولد. الكبيره معاني في ثالثه حقوق، اللي بعديها فرح ثانويه عامه، واللي بعديهم احمد في سنه رابعه. حد منهم ليه في الشعر؟ هم كلهم بيحبوا الشعر. طب احنا عايزين نقابل حد من عيالك، شوف كده حد، انا عايزه اقابل حد من الموهوبين شعريا دول من الجيل الحديث.